بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الأولى في علم إدارة التحكم بالمشروع Project Control Management، وستكون سلسلة من المحاضرات في هذا الموضوع. مقدمها المهندس ناصر البلخي، بكالوريوس هندسة مدنية، عضو بنقابة المهندسين السوريين وعضو بالهيئة السعودية للمهندسين، مهندس محترف، مدرس سابق في جامعة دمشق، ومحترف إدارة مشاريع وإدارة موارد باستخدام برنامج برامافيرا B6، خبرة 15 عاما في إدارة المشاريع الكبرى من أبراج ومشافي وأسكان في المملكة العربية السعودية، ومحترف برامج كمبيوتر. الشريحة المستهدفة من هذه المحاضرات هي مدير الشركة، مالك المشروع، مدير العمليات، مدير المشاريع، مدير المشروع، مدير المناقصات، مدير العقود، مدير المالية، مدير التخطيط ومراقبة التكاليف. مراحل إدارة التحكم بالمشروع Project Control Management Stages تبدأ بجمع الملفات Document and Tools، وهي Project Contract Scope، Project Drawing and Specs، Project Price بالإف Quantity، نقاط قوة والضعف للشركة والتهديدات والفرص، وهي Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats، ومعلومات خاصة بالشركة وهي Rental, Cost of Equipment and Labor and Subcontractor and Supplier. ثم نذهب إلى إعداد الملفات الرئيسية التي يقوم بها فريق الـ Project Control Team، Preliminary Files مثل Take-off Bill of Quantity، Revit Model أو BIM Concept، Indirect Breakdown، Risk Analysis، SWOT Analysis and Quotation Database and Productivity Rate and Labor for Labor and Equipment. ثم نذهب إلى مرحلة التخطيط، المرحلة الأولى من التخطيط، ونقوم بإعداد أهم ملف في إدارة التحكم بالمشروع وهو Project Budget، وأيضا نقوم بإعداد Organization Chart، Long Lead Item List، Shop Drawing List، Contract List، Procurement List، Project Milestone and Project Method Statement من خلال إدارة المشروع. ثم نذهب إلى المرحلة الثانية من التخطيط، وهي إعداد ملف كامل Cost Account والProject Execution Plan. تليها مرحلة البروجكت مونيتورينج، وتتم من خلال إعداد مجموعة من البيانات والتقارير، وهي الفاينانس داتابيز، ثم ريسورس هيستوغرامز، بروجرس ريبورت، سي بي ام كريتيكال باث مانجمنت، ماتيريال ديليفري لوج، كونتراكتر بيمنت لوج، ليبر تايم شيتس اند اكيوبمنت تايم شيت اند بروجكت بيمنت. ثم نبدا باعداد التقارير الرئيسيه في البروجكت كنترول، وهي تقارير الافيشنسي، الان فاليو مانجمنت، كوست تو كومبليت، كوست ات كومبليشن، وستج ريبورت، ثم تقارير القرارات والنصائح، وهي كوركتيف اكشن اند بريفنتيف اكشن. هذه الخطوات كلها قمت بربطها من خلال برنامج فيزو واعداد المخطط التنظيمي التالي. سنقوم بشرح هذا المخطط بالتفصيل في المحاضرات القادمة، وعطاء أمثلة عملية عن كل مرحلة وكيفية القيام بها. وفي النهاية نشكر حسن استماعكم، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.